عملية الهضم بتبدأ مع دخول الطعام للفم، وبالتالي بتبدأ أول مرحلة داخل تجويف الفم وهي مرحلة المضغ. أثناء المضغ بيختلط الطعام باللعاب اللي بيتم إفرازه عن طريق الغدد اللعابية المحيطة بتجويف الفم. كل الأعضاء الموجودة في تجويف الفم بتشتغل مع بعضها علشان تكسر الطعام وتحوله لأجزاء صغيرة بيطلق عليها اسم بولس، واللي معناها مضغة. أثناء عملية البلع بيرتفع اللسان لأعلى علشان يساعد في توجيه المضغة إلى البلعوم الفمي، ثم إلى البلعوم، ثم إلى المريء. وأثناء مرور المضغة من المريء بيحصل مجموعة انقباضات عضلية غير إرادية بتنقل المضغة من المريء إلى المعدة. داخل المعدة بتستمر الانقباضات دي علشان يتم طحن الطعام بالكامل. المعدة بتفرز انزيمات وأحماض بيتم خلطها بالطعام المهضوم، واللي بينتقل بعد كده من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة. الانزيمات بتزود من العمليات الكيميائية داخل الأمعاء الدقيقة. المرحلة اللي بعد كده هي مرحلة امتصاص العناصر الغذائية، واللي بيتم جزء بسيط منها داخل المعدة، ولكن معظم عملية امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم بيتم داخل أجزاء الأمعاء الدقيقة. جدار الأمعاء الدقيقة مخطط بتراكيب وأجزاء بتمتص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم وتنقلها بعد كده لمسار الدم. الباقي من الطعام بينتقل من الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة. بيستمر امتصاص العناصر الغذائية حتى بعد مرور بواقي الطعام للأمعاء الغليظة، ولكن بشكل بسيط. بتتجمع بواقي الطعام الغير مهضوم والفضلات في أجزاء الأمعاء الغليظة، ولما بتمتلئ بيتم التخلص من الفضلات عن طريق الشرج، وبكده بتنتهي عملية الهضم.